هنتكلم في الفيديو ده بإذن الله عن ملخص للساينابس لطلبة أولى نظام جديد بإذن الله يفيدهم. الساينابس كتايبس إلكتريك أند كيميكال دايما بتيجي المقارنة بينهم في الام سي كيو. الإلكتريك هو أقل كومن من الكيميكال، لأن دايما بتكلم على الكيميكال ترانسميتر اللي بيخرج من النيرف عشان يمسك في ريسبتور على البوست سينابتيك. الالكتريك الكهرباء بتمشي فيه في اتجاهين من البري البوست او العكس. طبعا ده عكس الكيميكال لان الكهرباء في اتجاه واحد من البري الى البوست، لان الفيسيكلز موجوده في البري سينابتيك في النيرف ده اللي قبل السينابس هو البري، فالكهرباء دايما بتبقى من البري الى البوست. الفرق التالت ان الالكتريك بيبقى اسرع من الكيميكال. الكيميكال بياخد وقت لانه بيمسك في ريسبتور على البوست سينابتيك ميمبرين، فبياخد وقت، والريسبتور زي ما قلنا في النيرف بيبقى لوكال بوتنشال، عشان احوله الى اكشن بوتنشال نيدز تايم. الالكتريك مش حساس للادويه، لكن الكيميكال سنسيتيف للدراجز. الالكتريك دايما اكسايتاتوري، لكن هتعرفوا معايا النهارده الكيميكال ممكن يبقى اكسايتاتوري او انهيبيتوري، وهقول المعنى مهم جدا. واحيانا بيبقى في نوع نادر يشمل الكتريك زائد الكيميكال. في معلومه مهمه عايز اقولها قبل البوتنشال. النيرف بتاعنا المعروف ان ده السيل بودي وادي الاكسون بتاعي، فعايز اقول لك في بدايه الاكسون اللي انا بعمله بالاحمر الانيشيال سيجمنت بدايه الاكسون بيبقى فيها صوديوم اتشانلز كتيره جدا، دي بتيجي ام سي كيو، فيها نسبه عاليه من الصوديوم اتشانلز، 7 مرات الصوديوم اتشانل اللي موجوده في اي مكان في النيرف. فالجزء اللي هظلله ده هو الموست اكسايتابل بارت، لان كل ما يدخل صوديوم اكتر هيوصلني اسرع للفايرنج ليفل. فده ام سي كيو، والفرق بين الالكتريك والكيميكال ام سي كيو. السينابتيك بوتنشال عندي نوعين، بوست سينابتيك بوتنشال يتقسم لاكسايتاتوري وانهيبيتوري. معنى اكسايتاتوري هو دي بولاريزيشن، تعالوا نفتكر النيرف يعني بره نيجاتيف وجوه بوزيتيف، بسبب ايه؟ بسبب دخول الصوديوم او دخول الكالسيوم. انا عايز ادخل جوه النيرف حاجه تركيزها عالي بره فتزيد جوه، وتسيب مكانها بره شحنات بوزيتيف اقل، وده شكل الدي بولاريزيشن. اما الانهيبيتوري معناها هايبر بولاريزيشن، بنبعد عن الفايرنج ليفل. يعني هعكس الكلام ده، انا عايز بره بوزيتيف كتير، بوزيتيف كتير بره يبقى معناها عايز اخرج بوتاسيوم، زي ما اخدنا في النيرف قبل كده. بوتاسيوم لما بيخرج بيزيد البوزيتيف تشارجز اللي موجوده بره، دي طريقه. او في طريقه تانية ان انا ازود النيجاتيف تشارج اللي موجوده جوه. طب ازودها ازاي؟ ان انا ادخل حاجه من بره تركيزها عالي بس شايله نيجاتيف تشارج زي الكلورايد، فالكلورايد يدخل فيزيد النيجاتيف تشارج بتاعته جوه، وده يزود الفولتج ديفرنس بين جوه وبره. يبقى انا عندي في الهايبر بولاريزيشن احتمالين، كلورايد ان او البوتاسيوم اوت. والدي بولاريزيشن عندي
تدخل الصوديوم او تدخل الكالسيوم. معلومة في الام سي كيو مهمة، اذا خرجت البوتاسيوم، ودي مهمة قوي، دي بسميها slow inhibitory post synaptic potential، ودي مهمة قوي slow، او الكتاب سماها من ييتشر inhibitory post synaptic potential. دايما بنجيبها ام سي كيو. عايزك تعد معايا الام سي كيو اللي بيتقال، لان في منتهى الاهمية. طيب يعني ايه بقى بري synaptic potential؟ اسألك سؤال، هل ممكن البوست يأثر على البري؟ هتقولي لا، لان الفيسيكلز موجودة عند البري. طب يا دكتور انا عايز اعمل في البري دي بولاريزيشن، بره نيجاتيف وجوه بوزيتيف، طب اعمله ازاي والبوست ما بيأثرش عليه؟ بالعكس، تجاه الكهرباء وان واي زي ما قلت في الكيميكال. عشان كده في انتر نيورون، عصب تالت، ده العصب الاول البري والبوست التاني، التالت هو الانتر نيورون بين الاتنين، يطلع كيميكال ترانسميتر يمسك في الريسبتور اللي موجودة عند البري. طب لو الترانسميتر ده اكسيتاتوري، يعني هيدخل ايه؟ صوديوم او كالسيوم. لو انت اكسيتاتوري هتعمل دي بولاريزيشن للبري، فسميه بري سينابتيك بوتنشال. وفي الحالة دي البري هيبقى ايه؟ هيبقى احتمالين، بري سينابتيك فاسيليتيشن، كأنك بتسهل وصوله للفايرنج ليفل. طيب لو الترانسميتر ده فتح الكلورايد تشانلز، دخل لي كلورايد او خرج لي البوتاسيوم، يبقى ده ايه؟ بري سينابتيك انهيبيشن. سؤال مهم في الام سي كيو، وهعمله باللون الاحمر، جي كبيره جدا، الكيميكال ترانسميتر اللي بنتكلم عليه عندي تلاتة. لو بقول جلوتاميت ده اكسيتاتوري، لو انا بتكلم عن جلايسين او جابا، دول انهيبيتوري. خلي بالك المعلومة دي بتيجي كتير في الام سي كيو. بص كام ام سي كيو بنقولها النهاردة، مهم قوي تبقى انت عارف في السمري اركز على ايه. اقول لك اكسيتاتوري كيميكال ترانسميتر جلوتاميت، اقول لك اهم انهيبيتوري ترانسميتر في السباينال كورد تقول لي جلايسين، ولو تلاحظ كلهم يبدأوا بحرف الجي، سواء اكسيتاتوري او انهيبيتوري. السينابس كبروبرتيز عندنا ستة بروبرتيز. اول خاصية مهمة one way direction، الامبلس بتتحرك من البري الى البوست سينابتيك بسبب الفيسيكلز موجودة عند البري وليس العكس. طب سينابتيك ديلي، نقل الامبلس يتأخر نص ملي سكند. سبب التأخير دخول الكالسيوم، الكالسيوم هيمسك في الفيسيكلز هيكسرها، يخرج منها الكيميكال ترانسميتر واللي هيمسك في الريسبتور على البوست سينابتيك ميمبرين، كل ده تأخيره نص ملي سكند. في معلومة مهمة عايز اقول لكم عليها، ان الكالسيوم بيمسك في بروتين، والبروتين ده اسمه سينابتو تجمين. السينابتو تجمين ده جزء من مجموعة بروتينات ماسكة في الفيسيكل اسمها سنير.
تمام. طبعا اللي يهمني انك تكون عارف كالسيوم بايند تو سينابتو تجمين، ودي بتيجي في الام سي كيو، اكون عارف هو ازاي الفيسيكلز رابشر، لان البروتين ده ماسك في الفيسيكلز. طيب يعني ايه سينابتك فاتيج؟ كل مره الفيسيكل بتتكسر وبيخرج منها كيميكال ترانسميتر، الفيسيكلز تعبت من كتر التكسير، وده ميزه ومش عيب. ميزه في مرض الصرع، مريض اللي عنده الصرع تشنجاته عاليه، فعشان يرتاح لازم الرابشر اوف فيسيكلز يقل، لازم ما نكونش فيسيكلز جديده بسرعه. عشان كده الكتاب قال important in epilepsy، يبقى السينابتيك فاتيج مهم، اللي بيتشنج وبيتشنج جامد في مرض الصرع لازم يرتاح من نوبة التشنج. وعلى فكرة السبب الرئيسي للفتيج لو جالك في الامتحان هو exhaustion of the vesicles. طيب النقطة الرابعة after discharge، خلي بالك كل بروبرتي من دول تجيلك في الام سي كيو، سؤال عام. All of the following are properties of السينابس اكسبت، او اجيب لك جمل منفصلة وتطلع الاجابة الصح. يعني after discharge نفهم المعنى، لو بصينا على ده، هو ده النيرف الاولاني، ده الاكسون، وده السيل بادي لاول نيرف اللي انا هسميه input. الانبوت ده هو البري سينابتك، تمام، ماشيه في الامبلس، عمل سينابس، ما هو دي اسمها السينابس او الريلي، اتصل بالنيرف ده. النيرف ده اسمه ايه؟ بوست سينابتك او اوتبوت، تمام، اللي هتخرج من خلاله الكهرباء. ملاحظين ايه في الرسمه؟ انا اديت للبري سينابتك استيمولس والاستيمولس خلص، ولكن ما زال البوست سينابتك في عدد كبير من الاكشن بوتنشال، ما زال الديستشارج مستمر. عشان كده تفهمها يعني افتر ديستشارج، اهي البوست سينابتك عامل ديستشارج كونتينيوس افتر ذا اند اوف ستيمولس. طب يا دكتور ليه ما زالت الكهرباء موجوده؟ لان الكيميكال ترانسميتر اللي طلع من البري ما كسرناهوش، ما عملنالهوش ري ابتيك او ريموفال. هتقولي طب اديني مثال على الافتر ديستشارج. جيت تنام، قبل ما تنام قفلت نور الاوضه، وانت بتغمض عينيك لسه شايف بقايا ضوء في عينيك، دي اسمها افتر ديستشارج، لسه الكيميكال ترانسميتر بتاع الرؤيه مازال مستمر، لسه ما اتكسرش وما عملنالوش حاجه، فده افتر ديستشارج. وده هقوله في جزء مهم في السينابس كمان شويه. طب يعني ايه سميشن؟ كلنا عارفين انه الدي بولاريزيشن الاكسايتاتوري ده لوكال، لانه حصل عند الريسبتور زي ما قلت في النيرف. طالما لوكال افتكر فيديو النيرف كان بي سميتد، عايز اوصلك لاكشن بوتنشال. عشان كده قالوا في نوعين من السميشن. تعالوا نكمل على كلام النيرف، ده نيرف ادينا له اكتر من استيمولس على فترات زمنيه متباعده، فسميها تيمبورال سميشن. تيمبورال مينز تايم، يبقى انا شغلت النيرف افتر ديفرنت تايم انترفال، كل شويه اديله استيمولس على نيرف واحد.
طب بص على الرسمة التانية، ادي النيرف بتاعي شغلته بإيه؟ شغلته بده وده وده، يعني انت شغلت العصب بتلات اعصاب، يبقى انت عملت سميشن، يعني شغلت تلاتة ديفرنت نيرفز على سبيل المثال، ودول يشغلوا حيز اسميها سبيشال سميشن. يبقى الفرق بين الرسمتين، نيرف واحد ستيميوليتد ات تايم انترفلز مختلفه، او نيرف واحد شغلته باي سميشن اوف ديفرنت نيرفز، ودي سبيشال وده اسمه تمبورال. الكلام ده يجي في الام سي كيو، ديفاين التمبورال سميشن، او ايه هو السبيشال سميشن، او ايه هي اهميه الفتيج، وما هو الافتر ديسشارج. كل ده ام سي كيو مهم جدا. اخر جزء فاكتورز افكتنج سينابتيك ترانسميشن، حصل نقل الكهرباء من البري للبوست، ايه الفاكتورز المؤثره؟ عندي اربعه بحرف الاتش، هايبوكسيا طبعا، لو الاكسجين سبلاي اللي رايح للمخ قل هيتاثر نقل الكهرباء من البري الى البوست، الانسان لا يتحمل نقص الاكسجين من 3 الى 7 ثواني، بتكلم على البرين ما يستحملش، يحصل اتلاف في خلايا المخ، فالهايبوكسيا تعمل ايه؟ تقلل السينابتيك ترانسميشن. طب هيدروجين ايون ازاي؟ تخيل ده الممبرين بتاع البرين، بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف ديورينج ريست، اذا زاد الهيدروجين ايون بره هيتجمع البوزيتيف تشارج بتاعه على البوزيتيف تشارج اللي موجوده على الممبرين، يؤدي الى هايبر بولاريزيشن، يبعدني عن الفايرنج ليفل، يبقى يقلل السينابتيك ترانسميشن. الاتش الثالثه هايبوجلايسيميا، المخ ما يقدرش يشتغل من غير جلوكوز، هي مش فكره نقل امبلس وخلاص، انا محتاج جلوكوز از سورس اوف انرجي، فلو حرمتني منه يقل السينابتيك ترانسميشن. الهرمونز بالعكس تزود، هرمونز الرجاله تستوستيرون هرمون الذكوره، ده بيزود نقل الكهرباء في مخ الميلز، وده بيخلي الرجاله اكثر عنفا، عشان كده مش عايزك تنسى قاعده الفور اتش، اوعى تنساها، وده بيأثر في السينابتيك ترانسميشن. طيب في حاجة تانية من ضمن الفاكتورز، الكافيين، القهوة، الشاي، السيو فيلن المادة الفعالة في الشاي، او الكوكا، الحاجات المنبهات اللي بتسهر، ده مهم قوي. طب ايه الحاجات اللي ممكن تقلل من السينابتيك ترانسميشن؟ الاناسيزيا البنج، ودي اخدناها في فيديوهات النيرف، الاناسيزيا بيقلل الكوندكشن فيلوسيتي في العصب، الاناسيزيا بيفتح الكلورايد تشانلز، يدخل الكلورايد السالب بكثره جوه النيرف، يزود النيجاتيف تشارج انسايد، وبالتالي يبعدني عن الفايرنج ليفل. في حاجة مهمة الكتاب قالها، في حاجة منشطة كانوا بيحقنوها للحصنة اسمها ستريكنين، الاستريكنين بيزود الاكسايتيشن لمخ الحصان، عشان كده الحصان اللي بينط الحواجز بسرعة ويكسب الجوكي بتاعه كانوا ياخدوا عينة من بول الحصان علشان يشوفوا فيها مادة الاستريكنين المحظورة
دوليا ولا لا؟ لو لقينا المادة دي في يورين الحصان يبقى الجوكي غشاش، هو حقن الحصان بالمادة دي عشان يكسب بقية المتسابقين بدون شرف وبدون أمانة. الرياضة داخل فيها فيسيولوجي، يبقى مش عايزك تنسى الام سي كيو فين دلوقتي؟ فتيج، ابيليبسي، تعريف التمبرال، تعريف السبيشال، افتر ديستشارج، يبقى في اوت بوت لسه كونتينيو ديستشارج، الاربعه اتش، هايبوكسيا، هيدروجين اين، هايبوجلايسيميا، التلاته يقللوا لكن الهرمونز يزود، المنبهات تزود السينابتيك ترانسميشن، الانستيزيا تقلل، ودي اللي بتخلينا ننام لانها بتدخل كلورايد كتير وبالتالي انهيبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال. النيورونال بول معناها تجمع الاعصاب جوه البرين بالبلايين، يا ترى علاقتهم ببعض ايه؟ الكتب بتقول processing of signals، بمعنى الإشارة الكهربية اللي ماشية في البرين يا ترى هيحصل لها ايه؟ النيورونال بول ده كله ام سي كيو، وعايز اقول لك ان نيورونال بول ثنائيات، يعني هقول لك الحاجة وعكسها. هتلاحظ في البورد انا حاطط اربع عناوين، كل عنوان من الاربعة يجي لك في الام سي كيو كديفينيشن، بس المهم تعالوا نفهم علاقة الأعصاب ببعض إيه؟ تجمع النيورونز إيه؟ يا إما النيرف ده 1 و2 و3 كونفيرج التقوا مع بعض واتجمعوا على النيرف ده، التلاتة كونفيرج على واحد، دي أنا أسميها كونفيرجنس، 3 different nerves أو many neurons converge on one output، دايما تعتبر اللي خارج output، والتلاتة دول أسميهم input، يبقى دي أول علاقة. العلاقة التانية ممكن يبقى النيرف ده اللي هو input اللي بادئ فيه السيجنال يتقسم spread إلى تلاتة اوتبوت. بص بقى الفرق، كان تلاتة انبوت اتجمعوا على وان اوتبوت، هنا وان انبوت spreads into many output، spreads يعني تفرق، يبقى سميها divergence التفرق. ودي على فكرة ليها مثال كويس، لو انا اتلسعت من نار انا بعمل ايه؟ البين سيجنال، إشارة الألم تدخل جوه السباينال كورد عشان أسحب إيدي وكمان تروح للكورتكس. يعني تخيل أدي السباينال كورد بتاعتك وأنت أهو حسيت بألم، دخلت الإشارة اللي هو الأفرنت اتفرقت إلى جزئين، جزء يطلع وجزء تاني يلف ويروح للانتيريور هورن سيل السوماتيك اللي قلناها في الاوتونوميك علشان اسحب ايدي، ودي مهمة قوي. يبقى اذا السيجنال، بصوا هنا مكان اللون الاحمر اتفرقت، اشارة طالعة لفوق واشارة رايحة للانتيريور هورن سيل اوف فليكسورز، اسحب ايدك وابعد عن الحاجة اللي اذتك. على فكرة أهمية الدايفيرجنس هو امبليفيكيشن، تكبير السيجنال، وده مهم قوي نخلي بالنا منه. طيب الاتنين دول عكس بعض زي اللي فوق، طب تعالوا نقول ازاي. هنا النيرف ده ايه والنيرف ده بي، ماشي في الامبلس ماشي، هنلاحظ ايه؟ ايه وبي اولا بعاد عن بعض، not close together، بعاد، وكل عصب من دول وصل له sub maximal stimulus، بمعنى
ان كل نيرف من دول مش هيقدر يوصل اللون الاحمر ده اللي هو النيرفز اللي عامل معاهم السينابس. يعني نيرف ايه؟ عامل سينابس، المفروض كنت اعملها لك كده واعملها لك كده واعملها لك كده عشان تتخيل، واعملها لك كده بس حطيتهم في دايرة، عامل سينابس مع دول وهو ما بيطلعش انف كيميكال ترانسميتر ليهم، يبقى الاربعه دول ما وصلوش للفايرنج ليفل، والنيرف بي برضو وصل له سب ماكسيمال ستيمولس، فاللي بيعمل معاهم السينابس اللي هم الاعصاب اللي انتوا شايفينها باللون الاحمر، المفروض دول كنت اطلع منهم ايه؟ الاكسون والمنظر ده، تمام؟ برضو مش كافي يوصلهم لفايرنج ليفل، فاقد الشيء لا يعطيه. انا ما عنديش ثريشولد يعمل لي بروباجيشن ويطلع الكيميكال ترانسميتر كفايه الى البوست سينابتيك، وبالتالي نكمل ونعمل له اكسايتيشن. عشان كده قالوا ايه؟ طب لو جينا جمعنا ايه بلس بي، هو الايه ده بيشغل مين؟ اربعه بس لسه ما وصلهمش للفايرنج، وبي يشغل اربعه ولسه ما وصلهمش للفايرنج، وما بيننا اتنين. شايفين دايرتين السود دول هما سينابس كمان مع اعصاب اخرى. فانا لو شغلت A بلس B يبقى الفور بتوع الA والفور بتوع البي السينابس زائد الاتنين في المنطقة المشتركة ما بيننا يبقى المجموع 10. يبقى انت لو شغلت A بلس B فاسيليتيت، ستسهل وصول اكبر عدد ممكن من الاعصاب للفايرنج ليفل. يبقى احنا استفدنا بتعاوننا المستمر مع بعض، اسمها فاسيليتيشن. عكسها اوكلوجن يعني ايه؟ ادي النيرف ايه وادي النيرف بي، بص على الاتنين دول ودول، هتقول لي دول بعاد عن بعض لكن دول قريبين، ومش بس كده، وكل نيرف منهم وصل له ماكسيمال ستيمولس. يعني النيرف ايه لوحده كافي انه يعمل ايه؟ سينابس ويطلع كيميكال ترانسميتر كافي، يعني الترانسميتر اللي خارج منك كافي للون الاحمر اللي هو البوست سينابتك انه يبقى اكسايتد. انت لوحدك شغال، بصوا على ايه؟ ايه ده بيشغل كام عصب؟ هتقول لي الاتنين الحمر ادي اتنين والاتنين السود، يعني ايه لوحده بيشغل اربعة؟ طب وبي بيشغل اربعة، الاتنين السود اللي هو في الدايرة بتاعته والاتنين الحمر، يعني اذا هل اقول A بلس B يساوي 8؟ اقول لك لا، الاجابة دي غلط. ليه يا دكتور غلط؟ لان في اتنين مشتركين ما بيننا، يعني اذا ايه بيشغل اربع اعصاب منهم اتنين مشتركين مع بي. يعني انا لو حبيت اجمع 2 بلس 2 بلس 2 يعني انت شغلت كام؟ 6. يبقى تعاوننا مع بعض A بلس B او السميشن ما فادناش كتير. كنت بتشغل يا A لوحدك اربع اعصاب، لما اشتركت مع B بقوا 6، 4 بقت 6. بص هنا A لوحده بيشغل 4 بس مش كافي، لما تعاون مع B بقوا 10. عشان كده اوكلوجن معناها ظاهرة الإغلاق، أو زي ما نقول بالبلدي هنقفل على بعض. أنا لوحدي بشغل أربع أعصاب، إيه الأهمية إن to share with another nerve، تمام، ونعمل summation together. يبقى كده عرفنا
كونفيرجنس تلاتة التقوا على واحد، دايفيرجنس واحد اتفرق لكتير، فاسيليتيشن تو نيرفز بعاد عن بعض وكل واحد وصل له سب ماكسيمال لما اشتركوا مع بعض استفادوا. العكس اوكلوجن عصبين كل واحد قريب من التاني وماكسيمال ستيمولس ولما اشتركوا مع بعض ما استفادوش. ثنائية أخرى في النيورونال بول في الحاجة وعكسها، علاقة النيورونز ببعض ممكن تبقى اكتيفيشن تنشيط أو تبقى انهيبيشن. الاكتيفيشن هو الافتر ديستشارج اللي قلناه، الاوتبوت ما يزال ديستشارج عدد أكبر من الاكشن بوتنشال على الرغم إن الاستيمولس وقف. فأنا هقسم الافتر ديستشارج بتاعتي إلى عنوانين، إلى شكلين فصلتهم بالدوتد لاين ده. إزاي؟ الانبوت جه وعمل سينابس، الإشارة سينابس مع انتر نيورون واحد. يعني ايه انتر نيورون؟ ده افرنت والاوتبوت اللي خارج افرنت، ما بينهما اللي بشاور عليه اسمه انتر نيورون. تلاحظوا انتر نيورون واحد، خلاص حصل سينابتك ديلي ونقلنا الامبلس. واحنا بنخلص الانبوت مشي بارلل وشغل هنا انتر نيورون وهنا انتر نيورون تاني، يبقى اتنين انتر نيورون، تمام؟ والاوتبوت وصلت له الكهرباء وخلاص الريسبونس هيخلص، مشي الانبوت في سكة تالتة بارلل موازية للسكتين اللي فاتوا، تمام؟ وهنا شغل كام انتر نيورون؟ تلاتة. عد، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة. فكل ما تزود عدد الانتر نيورون كل ما بتزود فترة السينابتك ديلي اللي قلناها علشان يزداد الريسبونس على الرغم ان الاستيمولس خلصت. استيمولس من البداية هنا كانت واحدة وما زال الريسبونس مستمر، سميناها open chain او parallel circuit. تيجي في الام سي كيو ازاي؟ ان البارالل تشين او البارالل سيركت از ان اكزامبل اوف، وديك اختيارات، يبقى الاجابه مثال للافتر ديستشارج. خلي بالك ودي مهمه جدا، ودي انت هتقول لي المثال بتاعها ايه؟ اتلسعت، سحبت ايدي، عملت كونتراكشن، ما زال الفلكسور في حالة كونتراكشن على الرغم اني احساسك باللسعة خلص، خلاص انت اتلسعت وخلاص، لكن ما زالت المصل كونتراكتنج. في نوع تاني اسمه كلوزد تشين. الكلمة المهمة عملتها بالاحمر، انبوت اشارة واصلة لاوتبوت لنيرف بري وبوست. بص ايه اللي حصل، البوست سينابتك هو دي بولارايزد، خرج منه كولاترال باللون الاحمر، القوس ده شغله مره تانية، الدايره المغلقه، انت بتشغلني وانا شغلك. ودي موجوده في اليقظه، الالرتنس اويكفولنس، يفضل البرين يشغل مكان معين في المظلة والمظلة تشغله وهكذا، ونفضل صحيين 18 ساعة بهذه الطريقة. سمينا الكلوزد تشين ريفربريتنج سيركت. يعني ريفربريتنج؟ معناها بالعربي الصدى او رد الفعل، زي ما تدخل شقة مهجورة وتنده على واحد تقول له يا محمد، تلاقي راجع لك صدى صوتك
قام مات كأن واحد بيرد عليا. هنا مين اللي رد عليا؟ الاوتبوت سيجنال البوست سينابتيك طلع كولاترال ورد وعمل ستيميوليشن للي شغله، ونفضل على كده في هذا الصدى او الايكو، وده مهم جدا. يبقى انا عندي في الاكتيفيشن حاجتين، يا اما دايره مفتوحه بانتر نيورون مختلفه، وكل ما يزيد عدد الانتر نيورون كل ما الريسبونس ما زال مستمر، او دايره مغلقه. انهبيشن علاقه الاعصاب ببعض، بنوقف بعض، يا اما علاقه دايركت اللي هي بوست سينابتيك انهبيتوري، او علاقه اندايركت. فاكرين الانتر نيورون اللي يطلع ترانسميتر زي الجابه او جلايسين تو انهبيت البري سينابتيك؟ يبقى الدايركت على البوست والاندايركت على البري، او في ثلاث طرق تانيين. لاترال انهبيشن من اسمها، وقفت اللاترال نيورونز. يعني ايه؟ نفترض ان انا ببص على لمبه، واللمبه دي اللي انا ببص عليها وقعت على السنتر اوف الريتنا. بمعنى ايه؟ ده يا جماعه الاي بول بتاعتي، ادي الضوء وقع على مركز الشبكيه. خلاص لازم النيورونز الاعصاب اللي هنا هي اللي استقبلت الضوء، تمام. طب النيورونز اللي موجوده على الاطراف على البريفري لازم نعمل لها انهيبيشن، نقول لها ما ينفعش تشتغلي وانتي ما استقبلتيش الضوء. اهو ده اللي حصل، هنا الضوء وقع على السنتر، يبقى استيميوليت مين؟ السنترال نيورونز. طب ربنا مش عايز الاعصاب اللي على الاطراف انها تشتغل، فجي حصل ايه؟ جه الانبوت ده عمل سينابس مع النيرف ده اللي اسمه انتر نيورون، انتر اللي ما بينه وما بين الاوت بوت، قال له انت عصب في النص عايزك تشتغل، تو انهبت الاوت بوت، ممنوع الاعصاب اللي في الاطراف تستقبل الضوء، وبرضو اشغل انتر نيورون اوقف الاعصاب اللي في الاطراف. كانك بالظبط بتحط ايدك عليهم بتقول لهم لا مش هتستقبلوا حاجة، فعشان كده بسميها lateral inhibition. وده جزء من عظمة ربنا، جزء صغير قوي وعظيم. ليه؟ أنا دلوقتي مركز على ضوء معين، على ريحة معينة، على صوت معين أسمعه، مش مركز على الباقي. يعني أنا دلوقتي حاضر حفلة موسيقية، سامع صوت ومركز على صوت آلة ناي عجبني، ما بحبش الكمان أو تشيلو أو الباقي أو الجيتار، فتلاقي هيحصل لك lateral inhibition لبقية الأصوات، أو ريحة معينة عجباني عن بقية الروائح عملت لها lateral inhibition بفكرة الانتر نيورون. طب ليه يا دكتور الانتر نيورون ده ربنا خلقه؟ تخيل مفيش العصب ده، عمر ما الافرنت او الانبوت يقدر يطلع نوعين مختلفين من الكيميكال ترانسميتر. هو طبعه يشغل، طبعه يطلع اكسايتاتوري ترانسميتر، بدليل انه شغل الانتر نيورون، قال له انت اللي هتطلع انهبيتوري. الانتر نيورون معظمه انهبيتوري بس عاوز اللي يشغله، فشغلناه بالانبوت بالبري سينابتيك بالافرين، قلنا له هشغلك انت اللي تشتغل اللي في الدايره الحمراء، وانت لما تشتغل طلع لي جلايسين او جابه، وقف الاطراف، فده لاترال انهبيشن. ده علاقه الاعصاب ببعض.
في طريقة تانية جميلة قوي في الانهبيشن. لو انا اتلسعت سحبت ايدي عملت ايه؟ عملت فليكشن. طب انا بتني دراعي ابعد عن مصدر الاذى، يبقى انا لازم في نفس الوقت اوقف الانتاجونيستيك ماسل، اوقف العضلة العكسية اللي بتعمل اكستنشن، وهو ده اللي حصل. اذا حصل بين بعمل ستيميوليشن لمين؟ للاوت بوت، العصب اللي خارج من السباينال كورد اللي رايح لمين؟ فليكسور. اتني دراعك، ده مهم قوي، اسحب دراعك عن النار اللي اذتك. في نفس الوقت البين سيجنال تعمل ايه؟ تشغل مين؟ تشغل الانتر نيورون المنقط، وده نوعه ايه؟ نوعه انهيبيتوري، طلع انهيبيتوري ترانسميتر من نهايته عشان يوقف مين؟ يوقف الاكستنسور. الكلام ده بيجي في الام سي كيو. اقول لك ريسيبروكال انرفيشن كوزز كونتراكشن اوف فليكسور اند اكستنسور ماسلز، تقول لي لا. كوزز